فارس هتودع العزوبية والحرية؟ سامحيني بقى، انت البدلة اللي هرتكب بيها الجريمة البشعة دي. يخرب بيتك انت، وانت داخله الاوضه الشنطه ما كانتش منفوخه كده. انا مش قادر افهم ازاي فارس كل ده ما شافكوش في الاوضه. لا انا مش قادر اسكت. انا ايه ده؟ الموبايل فين؟ الموبايل فين؟ اه ابيض. كنت دخلت عليا وانا نايم وقلبتني؟ لا ما انا ما حدش هينفع يعرف ان انا كنت نايم. انا مش هسكت لك. اه سعيد، يا سعيد افتح. انا محبوس. طب المفاتيح فين؟ يعني الموبايل ولا مفاتيح؟ مستر ادهم، انت اللي حبستني صح؟ اطلاقا يا حبيبي، تلاقيها البنت الحراميه اللي اسمها مروه. غريبه دلوقتي بقت حراميه؟ ما انت من شويه قلت لي ما بلغش عنها. لا ما انا اقتنعت بكلامك خلاص، احنا لازم ننقذ فارس منها. انا كتبت له تقرير مفصل بكل اللي حصل. ايوه بقى، ايوه بقى، ما دام ايوه بقى يا سلام. ايوه بقى، يبقى انت ايه؟ خد بقى، خد بقى، خد. يا متر ما تثبت. لا اثبت انت يا دهوم يا حبيبي. يلا حبه حبه. ايوه الله، تمام، مية مية. أدهم أنت صاحي؟ أدهم أنت صاحي؟ أوعى تكون صاحي. ها؟ حلو أوي كده. نأكد بس حبيبي كده نام في سلام لحد ما نحقن القرار. يا مساعد يا رب. فاكرني هموت من غيرك؟ ده انا هكتشف نفسي من اول وجديد. الاوتيل بتاعك ده هسيبهولك يتطربق فوق دماغك. مش عايز تتجوزها؟ يلا روح اتجوزها واشبع بيها. صاحبك ما بيردش على الموبايل. فارس؟ اه مستر فارس صاحبك. مين؟ ادهم. هتلاقيه في اوضه المراقبه. مقفوله بالمفتاح، بخبط ومحدش بيرد. بقول لك يا مولانا، انا عايز اسرع كاتب كتاب في الدنيا. ده يوم المنى بالنسبه لي. تخطف العريس احسن يرجع كده في رايه. بس هو فين؟ انا ايديا بتاكلني. نازل حالا ما تقلقش. اعمل حسابك لو المحاوله دي فشلت يبقى مش هيتجوز النهارده ولا هيتجوز في سنته. يا اخي فين الله ولا فالك. مستر غلاب. ايوه. ما شفتش ادهم؟ مين؟ ادهم. لا خالص. مش موجود في المكان كله. ايه التهريج ده؟ ايه التهريج ده؟ مش هيحضر جوازه المدير بتاعه ولا ايه؟ ويحي دي زي السوب هاد كده، مش هيبقى في شاهد تاني. انا جاهز بس تشوفوني. احنا لازم نبلغ مستر فارس. لا لا لا، احنا مش عايزين نقلقه في ليله حلوه زي دي. سيبوني انا ابلغه بطريقتي. ايوه باشا، انا مراقبه من بدري اهو. اهو لسه هيكتب الكتاب، ما تقلقش. هيكتب الكتاب باليمين، هاخد منه الفلوس بالشمال. لا يزوق مني ايه، ما تقلقش. انا معلم له البدله بخطين سود. اه باشا، يا تقول كلام في محله يا تقول حله يا حله. يا مولانا، يا مولانا اتركيني يا ام شعيب. ام شعيب ايه يا مولانا؟ اصحى. عايز ايه؟ مش عايز بياناتي؟ مش عايز بياناتك، انا حافظ بياناتك ومفيش فايده. ارجوك اتجوز المره دي. عايز اروح بيتنا، عايز افسح حيوان القندس اللي انا مربيه في البيت. ده زمانه فرحان انك مش موجود في البيت. وانت بتفهم في القندسه؟ طبعا انا بكروس قندسه اصلا. طب قوم شوف عروستك اختفت ليه لحد دلوقتي. ممكن تكون عند الكوافير. لا قالوا لي في البيوتي سنتر انها خرجت من ساعه. لكون هربت مع البيوتي سنتر ده. تصدق صح، عشان كده انا لازم امشي. انت رايح فين؟ انت بتتلكك. لا انا كنت هروح اشوفها بس. اهي وصلت اهي. وصل وصل وصل. اه عود البطل.
العروسه وصلت يا سعاده الباشا. الله الله، باني هتجوز بجد الليله دي. ايه رايك؟ عجبك الفستان؟ فستان بس، فستان وصاحبه الفستان. ده بابا بعتهولي. جميل جدا. عايزه بقى. تعالي يا حبيبي، تعالي. يا اهلا يا عروسه. الله ينور يا غلاب. احنا بنلعب، يلا مولانا اشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. هيكون راح فين؟ ام خديجه المغربيه هي اللي هتجيب قراره. يا جماعه احنا دورنا عليه في كل مكان في الاوتيل، ملوش اثر خالص. ما هو يا في اوضه المراقبه يا في حمام الستات. حلو، يودي حمام الستات. ستات؟ بقول لكم ايه؟ انا الكتاب ده لو ما رجعليش انا ممكن اتلاشى، اختفي. تفتكر فرقه؟ هو انت يعني كنت بتعرف تعالج وانت معاك الكتاب؟ سعيد امجد بطلي خبط يا فريده والنبي، انت زهقتينا. قلبي مقبوض يا سعيد، في حاجه في الاوضه دي؟ حاضر يا ماما، حاضر. عرفت ان الاتوبيس جه يا حبيبتي. حاضر يا ماما. خلاص والله ما تلاقي مشرفه بتعزني وهتستنى يا قلبي. يلا يلا روحي انت بس. اتوبيس ايه؟ ايوه. الو الو. ايه مين؟ ادهم. انا فريده. وانا سعيده. انا سعيد قصدي. افتح افتح يا ادهم. الباب مقفول من بره. متر غياب خضرني وحبسني عشان خاطر ما اقولش لمستر فارس ان مروه هي الحراميه اللي سرقتنا كلنا. او ماي جاد، مروه مين يا ابني؟ مروه اللي هتجوزها فارس دلوقتي، ما كانش اتجوزها اصلا يا جدعان. ادهم، الكلام اللي انت بتقوله ده متاكد منه؟ ايوه، انا شفتها على المونيتور وهي داخله اوضته وخارجه من مسرويات. شنطه قد كده. هنجي لك تاني يا ادهم. باي باي يا ولاد. احنا ملناش مكان هنا، هنروح فين؟ حمام الستات. يلا بينا يا جدعان. افتحوا لي يا جدعان، بدات اتخلق والله العظيم. عندي فوبيا اسامي الاماكن المغلقه. لا، ما انا مش يوم ما هموت هموت في اوضه المراقبه يا سعيد. استغفر الله العظيم، ده كان في ايدي دلوقتي. اين قلمي؟ اي ماي بوك؟ بن يا مولانا، بن. هو بين البنين يعني. خلاص يا مولانا، خد القلم بتاعي. ادي لي العريس، خليه يوقع. وقع ارجوك، وقع. عايز اشوف القندس. ايه ده مسهل؟ لا 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 لا، استنى. اوعى تنط. ايه؟ في ايه؟ اوعى تتجوز البنت الحراميه دي. انت بتقولي يا ابن ادم انت؟ بيقول الحقيقه، عروستك هي الحراميه اللي بندور عليه. لا، دي اللصه اللي قلبتنا كلنا. يا لصه، بص عليكي. مش ممكن. ادهم شافها في شاشه المراقبه وقال للمتر، عشان كده خضروا وحبسوا لحسن يبوظ الجوازه. صحيح الكلام ده غلاب؟ انا اصلي ما صدقتش ادهم لما قال لي ان مروه حراميه. خلاص احنا فيها، نطلع الاوضه بتاعتها ونشوف المسروقات فوق ولا لا. لا يا باشا، شكل الجوازه باظت. انا شاكك ليكون الواد ده بيبوظ الجوازات دي كلها عشان ما يديناش الفلوس. ده شكله حويط. ايه يا باشا، في ايه؟ ادينا دورنا في كل حته في الاوضه ما لقيناش حاجه. يحيى العدل. ايه يا ريس، واحنا في محكمه؟ تحبوا ايه بقى يا اساتذه؟ نعمل محضر بلاغ كايدي ولا ازعاج للسلطات؟ لا يا باشا، ليه حضرتك تزعج نفسك وتزعج السلطات يا باشا؟ على فكره يا باشا، والله العظيم والله العظيم ادهم شافها وهي بتسرق في الكاميرات. ايه ده؟ ده مش ادهم لوحده على فكره. مستر غلاب، انت كمان شفت. انت بتزعقلي؟ كذاب، ما حصلش. كذاب؟ لا، انت هتشرف معاها على الاسم. ليه كده يا باشا؟ ليه؟ بتسيبوا المجرمين وبتاخدوا الغلاب يا باشا؟ ما تخافش، عندي في الحجز حته مسجل خطر اسمه جزره بيعمل تاتو بالمطوه. جزره؟ لا يا باشا، انا مبشور لوحدي. مبشور؟ ماله ده يا جماعه؟ عايزين نشوف له ميه يا جماعه. ميه ميه ميه. اضربه على ظهري. مش لوحدي انا واخده الاوضه كده. ودول ايه؟ كنت بتسقعيهم؟ موبايل مين ده؟ موبايل. محفظة مين دي؟ ايه ده؟ محفظتي؟ ليه يا مروة كده؟ ليه يا بابا؟ فلوس مين دي؟ دي فلوس سعيد يا باشا، انا هبقدهم له. والفرشة دي يا جماعة بتاعت مين؟ بتاعتي. عارفة؟ انا كان ممكن اسامحك على اي حاجة الا الفرشة دي. انا مش حرامية. بقول لك يا حضرة الظابط، احنا نديها فرصة تانية، واضح انها بنت ناس ومش وش بهدلة. ما تخافش يا متر، انت كمان هتشرف معانا. انا ليه؟ مش انت سطرت عليها؟ مستر فارس الحقني عشان خاطر يا حضرة الظابط. اوعى تسيبه، وديه الجزرة. بونجور.
انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه وانا متجنن؟ انا مش هسكت له، غلاب ده انا مش هسكت له، لو شفته مش هسكت له على فكره. حرام عليك، كفايه اللي هو فيه. كفايه اللي هو عمله فيا. بقى انا يغفلني ويحبسني في الاوضه، ده انا مسميني فخر الغردقه، يحصل فيا كده؟ فخر الغردقه ايه بس؟ انت اتخدرت ودوختنا عليك وانت كنت داري بنفسك. حلو، عشان خاطر الكلام اللطيف اللي انت قاعد بتقوله ده، انا لما يجي والله العظيم لوري له. بقول لك ايه يا ادهم؟ اهدى بقى، اهدى شويه، اعمل المديتيشن بتاعك عشان تهدى. اهدى شويه بقى كده، اهدى شويه يا فخر الغردقه. يا بينو مسيو غلاب ده غلاب ابيض. طب والله كنت ناوي اجي لك الاسم واجيب لك معايا كوخوماسو وسابيزو. اه حضرتك تعرفني؟ حضرتك بتقول لي حضرتك؟ انت اتغيرت قوي مسيو غلاب. الف الحمد لله على السلامه يا فندم. مبروك البراءه يا برنس. لا براءه ولا نيله، انا خرجت على ذمه القضيه. ايه ده، الحمد لله القضيه لسه شغاله. اه لا لسه، ان شاء الله ربنا يستر. اه مسيو غلاب، هو ايه الحاجات اللي حضرتك بتطلعها دي؟ لا دي شويه براغيث اللي كانوا في الحجز مع الاخوه المساجين. ارش لي هنا هنا. ارجع ارجع يا عدوي، ارجع ابعد عننا يا مستر غلاب، ابعد. شباب مستر غلاب مبوق، ثواني هطلع صفحه البراغيث والقوارض. دفعوك كفاله قد ايه؟ فرحني. لا ما دفعتش كفاله، انا خرجت بضمان محل اقامته. اقامته؟ اه. هو مين ده؟ فارس بيه. الله، انا مش المحامي بتاعه يا جماعه، انا عارف انه مش هيتخلى عني. هو فين؟ احسن لك بلاش توريله وشك دلوقتي، لاحسن لو شافك هيبلغ عنك تاني. هو مش العفو من شيء من الرجال يا جماعه ولا ايه؟ طبعا. مستر غلاب انت لازم تهرب دلوقتي، انا عايزك تتلثم وتهرب من هنا بسرعه. اهرب يا غلاب، اهرب بسرعه. خبوني 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 بسرعه. براغيس وتتلثم. تعال. انت فاكر انك هتقدر تهرب مني؟ طب والله انت فاهمني غلط. فاهمك غلط؟ ايوه. بقى يا راجل عشان خاطر العموله عايز تجوزني واحده حراميه؟ لا عشان حلت مشاكلك. لم هدومك وسيب الاوتيل وامشي فورا. ايه ده بس؟ مش هتعرف تتجوز من غير؟ هو انا ما قلتلكش ولا ايه؟ ايه؟ مش انا صرفت نظر عن موضوع الجواز ده خالص؟ لا عليك المراس يا حلو. مش مهم، طز في المراس وطز في الجواز اللي خلاني اتجوز واحده بتسرقني فتره الخطوبه، امال في الجواز هتعمل معايا ايه؟ يا عم هنعالجها. هو انت برضه لسه عايز تجوزها لي تاني؟ في حد قدامك يعني؟ انت شايف حد تاني مثلا؟ لا انت غريب. بقول لك ايه؟ ساعه زمن وما اشوفش خلقتك في الاوتيل، يا اما هبلغ عنك النقابه. انا شاكك انك محامي اصلا. شاكك اني محامي؟ لا تعالى خد الكرنيه اهو، تعالى استنى بس، خد يا فارس الكرنيه اهو. كرنيه انا اتسرقت في الحجز ولا ايه؟ يا فارس والله هجيب لك الكرنيه يا فارس. انا يا جماعه الكرنيه فين؟ الف 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 سلامه، نورتنا شويه القطار دول يا عم سونج. قلبي معاك والله. الهي ما ترجع. شكرا يا صديقي، القلوب عند بعضها. انا عارف انك متضايق من مستر فارس عشان ما رضاش يمدلك الاقامه، بس انا والله ماليش ذنب. بقول لك ايه، ايدك بقى على التبس باليوان، يمكن الاقي حد مغفل يرضى يحوله لي. صديقي انت احسن مغفل عرفته في حياتي، لن انساك عندما اعود الى الصين. والان اذهب الى الجحيم تسحقك السلامه. يلا برا يا عم. بالراحه عليا شويه، وانا اللي مشيتك من الاوتيل. اتفضل اخويا شنطتك. شكرا، مع السلامه. جالكم البلاء. الو، ايوه سعاده الباشا. لا فارس مشاني من الاوتيل يا باشا. ما تقلقش يا باشا، ما كشفنيش. اي نعم الباسبور اللي انت بتديهولي بتاع واحد ميت، لكن هو ما فتحوش اساسا يا باشا. انا مالي؟ الله ما تقلقش والنعمه. باشا احنا خسرنا معركه لكن ما خسرناش الحرب، وعلى راي ترامب الله يرحمه ساعود بشكل او باخر. سلامه سعاده الباشا، سعدنا بلقائك ونرجو ان نكون قد اسعدناك. صباح الخير. صباح النور. في الفندق ممكن اكمل لاخر الاسبوع. ايه هو القلم ما بيكتبش؟ ثواني هجيب لحضرتك واحد. لا مش مشكله، انا معايا القلم بتاعي. تمام. اتفضل. لا انا عايزه الاستماره حضرتك مش القلم. اتفضل. وخلي القلم معاكي كمان. لا ده شكله غالي قوي.
اكيد ما يغلاش عليكي. بليز ما تكسفنيش. بليز. ما اقدرش، انا اسفه بجد. بليز. اتفضل. صباحنا قشطه ان شاء الله. صباحنا قشطه ان شاء الله. انت يا ابني انت داخل الفرن. انا اسف. ظبط. وصل مستر سامح للغرفه بتاعته. من عينيا. منور الدنيا كلها يا فندم. احنا النهارده في عيد والله. كل سنه حضرتك طيب. رمضان كريم. عيد سعيد. عيد اضحى مبارك. حضرتك تفضل ايدك في جيبك كتير مش هتطلعها ولا ايه يا فندم؟ اتفضل معايا. اتفضل. اتفضل. انا فاصل الشحن خالص. اتفضل يا فندم. اتفضل. كويس؟ شكرا يا فارس بيه. منور والله. الله يخليك ده نورك. قالوا لي ده حضرتك خدت جوله في الاوتيل. فعلا اوتيل شيك ودمه خفيف. ولا البيتش بقى عندنا مش هتلاقيه في اي اوتيل في الغردقه. والله انا مستغرب اوتيل زي ده وبيخسر. يخسر؟ مين اللي قالك كده؟ انا سمعت طراطيش كلام كده يعني. لا 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 اسمح لي بقى يا باشا، اللي قالك كده اكيد مش بيحبك. ياه للدرجه دي؟ واكتر، ده انت اللي تكسبه في سنه واحده اي اوتيل تاني ممكن يكسبه في 5 سنين. غريبه، امال انت عايز تبيعه ليه؟ يعني لدواعي امنيه. امنيه او روحيه، يعني انا عندي حاجات كده عايز اعملها بره. بص انا ما بفهمش غير لغه الارقام، هو بيكسب قد ايه؟ لا بص انا ما بحبش اقول ارقام لحد لان انا بصراحه بخاف من الحسد. يا راجل قول، احنا اخوات. انا هعتبرك زي اخويا. انت بتتكلم في حته ال 100 مليون. ياه. او اكتر شويه. 100 مليون؟ ده طبعا قبل الضرايب. لا 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 لا، موضوع الضرايب ده ما تشغلش بالك بيه خالص. ازاي ازاي؟ انا ما بخافش الا من الضرايب. انا عندي واد محاسب قرد. قرد؟ وبيفهمك ازاي القرد ده؟ لا مش قصدي، انا قصدي يعني زي القرد في المحاسبه. تقصد ان هو بيقدم ارقام مش حقيقيه للضرايب؟ طبعا عشان تكسب اكتر. طبعا، امال انا هنا ليه؟ يعني ايه مش فاهم حضرتك؟ امسك ده الكارت بتاعي هيفهمك. زهدي عبد الشكور من مصلحة الضرايب. أنا عايز الملفات كلها هنا قدامي immediately. استنى يا ست، انت رايح على فين؟ الله يسهل لك. نزلي يدك، انا مفيش راجل يهوي بصوبي ابدا. انت دخلت هنا ازاي اصلا؟ هي دي مش اكنده؟ اكنده ولا مش اكنده؟ يعني ادخل بكيفي اخرج بكيفي. وايه البتاع اللي انت شايلاه على كتفك ده؟ دي الزلعه. وانا مش هقعد اكل منيها لحد ما امشي؟ تمشي منين؟ مين قالك انك هتقعدي هنا اصلا؟ وما اقعدش ليه هنا؟ ما اقعدش ليه؟ جربه ولا فاقده اهليه؟ انت عارفه الليله هنا بكام؟ انا اقعد هنا بفلوسي واشتريك انت كلك يا خضراوي على بعضك كده برضك بفلوسي. فلوس ايه بتاعت بلاص المشي انت؟ امشي من هنا قبل ما اجيب لك الامن. ده انا اللي هجيب لك الرجال اللي عندينا في البلد يمسحوا بيك البلاط، ما يبلكش صاحب. ده انت لسانك طويل قوي. ويد اطول. ماشي قدامي وديني الاستقبال. ماشي. تعال. هنا؟ ايوه. شوف اللي احسن منيك. السلام عليكم يا زين الناس. وعليكم السلام يا زينة الناس. الاقي عندكم اوضه النفر بس تكون بعيده عن الرجاله اللي هنا. استاذ عايز بس ممكن نبعد الزلعه دي شويه بس عشان الريحه الاول. ايه مالك خفيفك ده؟ ده مش صعيدي بدودو من نوع الفاخر. حضرتك جايبنا معاكي كمان مش صعيدي بدودو من نوع الفاخر؟ امال. لا كريمه. صابره. ما طبعا شايله الزلعه دي كلها اكيد صابره. صابره اسمي صابره. سوري منورانا يا ست صابره، انا كان قصدي كريمه، يعني حضرتك من باب الكرم يا فندم. ماشي خلص،
الاقي عندكم اوضه ولا اروح للاكنده اللي في ريحكم؟ يا فندم احنا ما عندناش اكتر من اوض موجوده، بس السؤال يا فندم حضرتك يعني انا اسف معاكي تمن اوضه من جنيه الالف؟ ما شايفش؟ لا شفت بس ما شايفش؟ لا شفت بس ما شايفش؟ والله شفت، والله شفت يا ست صبر. انا بس اكمل الجمله يا فندم، انا عندي نوعين من الغرف، عندي هاف بورد 1500 جنيه، فول بورد 2000 جنيه. انهي الاكتر؟ وانا مش واضح اصلا، فول بورد. خلاص يبقى تحجز لي 3 ليالي بالبول بورد. 3 ليالي يا فندم؟ بول بورد مش انت اللي قلت؟ انا اللي قلت فعلا بول بورد. خلاص هتفتح بقى سي فيو ولا جاردن فيو؟ انت هتتفزلك كتير ليه؟ عارف انا بسال اذا مش هي بول بورد؟ ما بين السؤال مش عايز انا هلطر؟ يبقى بول بورد سي فيو. عينيا استاذن بس حضرتك يا فندم، هندي البطاقه لسعيد عشان ما يصحش اوقفك اكتر من كده انت والزلع هنا. تمام اتفضل يا فندم، ادي الكارت. ايه رياكشن زي ابو الجبل ده؟ تعرف منين انت عشان تديني الكارت بتاعك؟ قالوا لك عليا ايه؟ لا والله ما قالوا لي حاجه، ده حضرتك ده كارت الغرفه يا فندم، عارف حضرتك الكالون ابو مفتاح؟ اهو ده بقى عامل زيه كارت يخش يطلع كده يفتح الباب. اه مديرنا يعني؟ مديرنا. الامريكان ما خلوش حاجه. هم فعلا ما خلوش حاجه، بس ما شاء الله حضرتك عليك زغره عين، فكرتني بالنجمه الجميله استاذه هند صبري في فيلم الجزيره، مش واحد، واحد واثنين مع بعض، اتفضلي يا فندم. ماشي. ماشي. بقول لك ايه يا خضراوي انت؟ جيب لي العفش بتاعي على اللوضه. عفش؟ ايوه. بيروحوا منين؟ من هنا يا فندم، من هنا يا فندم. هتقلع العفش ايه يا ابني انت؟ الله زنت الناس تقول هي عايزاه. ماشي ناقصين يا ابني الزلعة. استاذة صبرا الزلعة حضرتك سبتيها هنا. استاذة الله 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 الله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الواد ده مين؟ الواد ده مين؟ الواد ده مين ده؟ الواد ده ايه ده؟ في ايه يا دكتور؟ لبشت جدتي؟ معلش انا اسف، اصل انا بحب الاغنيه دي قوي. وانا كمان. ممكن اكشف عليك؟ اتفضل. استاذ فارس واضح ان حضرتك تعبان قوي. لا يا راجل، ما انا عارف انها تعبان. انا جايبك عشان تقول لي عندي ايه؟ ها؟ انا جايبك عشان تقول لي عندي ايه؟ هو حضرتك بتوجه السؤال ده ليا انا؟ هو في حد غيرنا في الاوضه؟ ما انا ما اعرفش حضرتك عندك ايه، وبعدين يا فندم انا حاسس ان السؤال ده شخصي قوي. هو انا بسالك متجوز مين ولا بتاكل ايه؟ يا ابني هو انت مش دكتور؟ لا يا مستر فارس بقى، لا ما اسمحلكش بقى، انت عمال تجرح فيا بقى. ايه ده؟ قلت لك 100 مره انا دكتور باطنه، ما درستش انا 3 سنين في كليه الطب عشان ادرس الضرايب. على فكره هم 7 سنين. وات ايفر. طيب معلش خلاص، طيب ما تزعلش نفسك. احنا انا وانت نشوف دكتور. نعم؟ قصدي دكتور أمراض عصبية يعني. عصبية؟ دكتور نفسي. اه أنا بحسب دكتور بطنة زميل ليا يعني. مستر فارس أنت بتلعب على فكرة. مش كلك بتلعب، هو في مناطق فيك بتلعب. الحاجة بيطلع وينزل. أوف الودن بترجع لورا. امسك. إيه ده؟ أنت عندك صدمة عصبية؟ إيه ده؟ إيه ده والبق بينزل لتحت كده؟ بينزل لتحت، ده انت كده حزين، صدمه عصبيه وحزين كده. يعني ايه؟ يعني ايه؟ اجيب دكتور امراض عصبيه؟ اجيب دكتور نفسي؟ لا لا يا فندم، انت عارف مش محتاج دكتور نفسي، ده حضرتك محتاج محاسب ضرايب يجي ينقذك من مباحث الضرايب. ما انت طول ما حضرتك قاعدني في الاوضه دي بطبق الفاكهه والفشار مش هتفلح ابدا. هي ماموريه الضرايب عملت لك كمين وحضرتك وقعت فيه زي لا مؤاخذه كده بوم، اللي هو بوم كده. عندك حق. بقول لك ايه؟ من غير ما اتعصب، من غير ما اتضايق، حاجه صغيره كده بس، ممكن؟ بس يا فارس احنا اخوات. حبيبي انا عارف والله، انا عايزك تسيب الاوتيل وتمشي. اسيبه لمين؟ لا مش لحد، انا عايزك يعني تسيب الاوتيل وتمشي. يا على الكرم والاخاء. لا مش عشان انا صاحبك يبقى فيه واسطه وكده، لسه الشيفت بتاعي ما خلصش. لا مش شيفت، عايزك تسيب الاوتيل تماما، تسيب الاوتيل تماما، تسيبه وتمشي. فارس بطل الهزار ده يا شقي. انت عايز تسمع؟ انت عايز تسمع؟ اطلع بره، اطلع بره بره بره. بس عليك وصار فيك ومجهودي. ميرسي ميرسي ميرسي. عدوي ايفن. ايه ده حضرتك تعرفني؟ ايه عدوي انت اتجننت ولا ايه؟ ولا انا عشان ماشي يعني ولا ايه؟ ميسيو غلاب ايفن. أنا ماشي عدوي إن شاء الله. دكار مسيو، الباب يفوق جمل. نعم؟ اتفضل فندم، اتفضل. بقول لك يا عدوي. أيوه. عشان خاطري عدوي. إيه ده في إيه يا فندم؟ لا لا، بص يا عدوي، أنا عارف إنك أنت الوحيد اللي بتشرب مستر فارس القهوة.
ايوه عشان ما فيش غيرك طبعا. لكن عارف انك غالي عنده قوي، فانا عايز اقول لك يعني مش عارف اقول لك مش عارف ممكن ما تخلوش يرفدني. شوف يا فندم، انت عارف طبعا ان مستر فارس بيسمع كلامي في كل حاجه، بس موضوعك ده يعني بصراحه صعب عليا جدا. ليه يا حلوي؟ ده ربنا يوضع صدره في ازبل خلقه. ايه؟ ازبل خلقه؟ ايوه يا حلا يا حلوي، انت حبيبي يا حلوي، انت عارف المشكله يا حلوي ان انا يعني طول عمري مع جده وعمري ما ربيت زباين في القاهره، انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف. خلاص يلا روح شوف شغلك. قول يلا قول. ايه ده؟ لسه ما مشيتش؟ غايب في داهيه. استنى عايزك. اسف كرامتي ما تسمحليش استنى لحظه واحده بعد الكلام السم اللي انت قلته لي. ما تتحمقش قوي كده. هتحمق ليه؟ انا رايح القاهره والزباين على قفا من يشيل، والقضايا هناك زي الرز. رز ولحمه ايه؟ ده انت تلاقيك مشطوب بالنقابه من 20 سنه. اخلص، عايزني في ايه؟ استاذ غلاب. نعم. الضرايب هتخرب بيتي يا غلاب. كم مليون اللي هورثهم هيروحوا مني. قول كده. اولا تروح تنزل على القضيه بتاعت مروه. لا مروه لا. اقول لك ايه؟ شوف لي واحده ثانيه. شوف لك فين عروسه. مفيش غير عدوي. عدوي! اجيب لك عدوي، ما تقلقش. امشي ولا اخش ولا اعمل ايه؟ يا ستار يا رب، انت حاطه ايه في الشنط دي؟ طب! مشي وانت ساكت عاد. انا من الاول قلت ما عايزاش رجاله يشيلوا لي الحاجات بتاعتي. وانا من الاول ما كنتش عايزك تيجي المكان ده اصلا. يا رب. طوب عليا من كلمة البيوت اللي أنا فيها دي، أنا زهقت. كفاية كبرت، أما بقى وقفت هنا ليه؟ أوضتك. ماشي. رايح فين يا غراب البين أنت؟ هدخلك الحاجة جوه. لا، همل الشنط هنا وروح جيب لي بقية الحاجة، وأوعى تكسر الزلعة. إيدك على التبس. أه؟ يعني إيه؟ يعني إيه؟ ولا تعرفي أي حاجة، اتفضلي. ماشي. ده يا اخضراوي دمك تقيل. يا لهوي، ايه الاوضه العفشه دي؟ هو ده البرستيج؟ فين الفول بورت ده؟ جاتكم البلاوي. ايه ده بقى؟ ما لقيتوش تلاجة أكبر من كده؟ يابا 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 يابا، استغفر الله العظيم، منكر. أعوذ بالله أعوذ بالله. اهدى اهدى، عالم مش نظيفة. جاتكم البلاوي. اهدى، أنا اتضحك علي ولا ايه؟ ودي قاعدة. يا صابرة. لا لا يا صابرة، اوعك البهرجة دي تنسيك المهمة اللي انت جاية عشانها. حوصل لك يا ولد الفرطوس، حوصل لك وحفرغ الطبنجة في نفوخك طلقة طلقة، وهعوم هعوم في دمك لحد ما اكسر الرقم الاولمبي. انا صابره صابره وكاتمه وساكته، بس المشكله اني ما عرفاش شكلك ايه. الله يكرم ام خيمر، الله يكرم ام خيمر، هو بعت لي الصور على التلفون. ايوه ايوه صح صح، ايوه الله يكرمك يا ام خيمر. الله يخرب بيتك يا مخيمر، وش ده ولا قفا؟ الله يخرب بيتك يا مخيمر، الله يخرب بيتك يا أخي، بس هوصل لك.